مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تم تسويق البرومو الرسمي لبرنامج جلسة ونسة في موسمه الجديد، وقد عرف هذا الموسم انضمام المؤثرة أميرة ريا والممثلة شهرزاد كراشني بدلا من المغنية سهيلة بلشهب والمؤثرة سارة رجيل. البرنامج النسائي جلسة ونسة حافظ على كل من الإعلامية هنا غزار وسمية سماش في التقديم، ومن المقرر عرضه على قناة الشروق. مرحبا بك في الشروق. ميرسي ميرسي. برنامج جلسة ونسة ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كي تنورينا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه وان شاء الله. وش كي حابه ديري في اضافه للبرنامج؟ يعني بصمه الاميريه شخصيتي ان شاء الله. ان شاء الله كل وحده عندها شخصيتها وان شاء الله نعجبكم ان شاء الله. بون كوراج. ميرسي بوكا. ميرسي الله يسلمك. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.